ليكوا يا جماعه العالم شنو ليكوا؟ جيبوا جيبوا بالله ضبوا لك بالله ضبوا يا اخ. ليكوا العالم رقدت، ليكوا العالم رقدت يا جماعه لا تموت. هذول يا بصراحه كش جسمي اقسم بالله، فتحتهم كش جسمي من نون. في اصدقاء كتر الموظفين كتر يا شباب يا شباب، الله يوفقكم حاج كتر الموظفين، الله يوفقكم حاج. يخرب بيتك يخرب بيتك، لك واقف لك واقف لك لك واقف. يو يو البوفالو البوفالو لك بدي ارقد. وهو دول كثروا اصدقائي وجابوا لنا ولد بيبي صغير. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وعافيه، انت واهلكم واحبابكم كلياتكم. اهلا وسهلا اصدقائي حبايبي قلبي عيوني بحلقه جديده من لعبه بلانيت زو، محاكي بناء حديقه الحيوانات. اصدقائي اللي ما شاف بلانيت كوستر روح بالقناه وارجع لورا وشوف بلانيت كوستر، رح تروح عليك كثير شيء حلو. اصدقائي بتشكركم من كل قلبي يا جماعه، شو هالتعليقات هي، شو هالنصائح هي، صدقا انتم عم تلعبوا معي نظامي. قريت من تعليقاتكم قريتها كلياتها، اللي قال لي انه عند شراء الحيوان يا صديقي انه لازم تحط بالفحص الطبي ولازم يكون في سور مظلل ولازم نشتري ولازم نعمل ولازم نساوي. يا الله قديش كنا كويسين، يا الله قديش كنا رائعين، بربي انكم اساطير يا جماعه الخير. باذن الله الحديقه راح تكون احلى حديقه حيوانات بكل اليوتيوب، مثل ما عملنا تبعت بلانيت كوستر محاكي مدينه الملاهي. كثير نبهتوني على قصص، الله يعطيكم الف عافيه. ومشان موضوع كتابه الاسماء اكيد راح اكتب اسماءكم، راح نبلش بس مو بشكل دائم، يعني هلا راح نكتبون، راح نكتب كل شوي كم اسم مشان ما يكون الموضوع كثير بياخذ وقت. راح نبدا مع علي، هي صديقنا علي صار معنا. راح نروح هذا من شو اسمه صح حلو. غير علي في عندنا فارس، هذا دائما اول واحد بيعلق. غير فارس في عندنا اوس، تعال يا اوس. هلو هاي اوس. في عندنا كمان، في عندنا كمان صديقنا عماد. جميل، هذا بس تسمى اوس صح؟ لا هذا ما تسمى اوس، شفتوا بالي ينفض من ايدي اوس. فرجيني هذا عماد، هذا شو اوس. حلو اصدقائي، هي انا شخطت على الاسماء اللي سميتها عندي على الدفتر وخلص، هلا الامور تمام. هلا ان شاء الله شوي لكم هذا والله هذا اسم منه اجا واجا. خلينا نسمي هذا صديقنا الميكانيكي باسم عبد الرحيم، ان شاء الله يا ربكم كتبت الاسم صح. هاي صديقنا عبد الرحيم. هاي كمان لسه في عندنا بعض الاصدقاء كمان، ان شاء الله راح اكتب اسماءهم. خلص نمشي اللعبه فورا، ما بدي اوقفها لانه كثير مستمتع فيها بصراحه. هاي الالعاب عن جد انا كثير مستمتع فيها. معنا اصدقاء 3000 بس عم تنقص المصاري. يا الله ليش عم تنقص المصاري؟ ماني عارفان شوف هذول المشاكل عندهم. طبعا انتم كثير افدتوني بشغلات، بالاخص موضوع الحجر الصحي، انه اخي انا لازم كل شخص اطلع عليه هون اموره مو تمام فورا الحجر الصحي اخذه وجيبه هيك. انا ما كان عندي بصراحه هاي معلومات بهالتفصيله هاي، الله يعطيكم الف عافيه. شغله ثانيه موضوع البوفالو، بتتذكروا اصدقائي احنا قرينا بالحلقه الماضيه انه فينا يعني ذكر بوفالو مع 14 انتايه، فانا ماني انا نسيان ليش وقت جبت بس انتايه وحده، فينا نجيب اناتي اكثر، فخلونا نجيب اناتي اكثر كمان من البوفالو. هذا بصراحه بتذكر من الحلقه الماضيه حطيتها هيك براسي انه اول ما راح بلش الحلقه الجايه راح فورا نروح واشتري بوفالو جديد. ليكو هي الحيوانات اللي عندنا كلها، الابيل تبعيتها والبرستيج تبعيتها عالي، بس بيحتاج هسه البوفالو نظبطه اكثر. طبعا ليكو اصدقائي بتذكر كان في كاميرا بتشوف الحيوان بطريقه يعني شلون ما صور سينمائيه، شايفين؟ وهو قديش واقعي، يا الله قديش واقعي. اي في احد الاصدقاء انا كمان لازم نركب هون تبعيت شو اسمه تبعيت انه المي نظيفه ولا المي الوسخه. لا هي نظيفه لساتها معنا غير هي بركه المي، بس ان صارت وسخه بصير احمر بدنا نركب تبعيت تنقيه المي. خلينا نشوف العالم شو وضع، لسه هم متضايقين لانه ما حدا ليكو شو تضايقوا ليكو لما شافوا شو اسمه شموا شغلات سيئه. ضروري هون شو اسمه حطينا سلات زباله وعندنا هذا العامل بس ما بعرف ايش عم يشتغل. هلا بركي ان شاء الله يا رب بيجي شو اسمه بيظبطهم. وموضوع التعليم يا ايش كتبتوا لي عن التعليم؟ انه حط تعليم حط تعليم حط قصص تعليميه. هي هون العالم الهابينس تبعت الناس هون الانرجي. يا الله لو انه بلانيت كوستر بقلبها هيك شغله. ليكو مثلا هون الهنجر، ليكو كم عيله جوعانه، بعرف انه الهنجر عندي عم يأدي او ما عم يأدي. هون ثيرستي العطش، هون مثلا تويلت اذا في عندي عالم بده تويلت ولا هون الاديوكيشن كلهم ناقصهم اديوكيشن اصدقائي اذا شايفين. هون الهابينس بشكل عام، هون الستاف هابينس يعني مين الستاف عندي الفرحان من المانو فرحان. يا اخي والله العظيم هي اللعبه احلى من بلانيت كوستر، والله العظيم احلى منها. هي صحيح هي ما عرفت انا الحلقه الماضيه شو هي، الله يعطيكم الف عافيه اللي كتبوا بالتعليقات انه هي سعاده الحيوانات نفسها. بس شوف هذا الحيوان هلا سعيد اخضر، هذول مثلا سعداء. طيب خلونا اول شيء نفوت نشتري انثى البوفالو، بدي اشتري تنتين ليكو لسه هلا اصلا مفلترهم انا. هي حقها 335، تعي
لازم تطلع هدول الشغلات. صح، هذا حجم الجين تبعيته، مش لما يتزوج هاي القصص كمان لازم انتبه عليها. هلا هاي احسن من هاي، شايفين هاي خصوبتها حتى احسن. شراء فورا، نعمل ريفرش للقائمة اذا في شيء غيره. ما في، ما انا بس حاط هون الفلاتر انه يندفع حقه مصاري ويكون البوفالو. اصدقائنا بالحلقة الماضية كنت لكم الثور الامريكي وفرحان بالثور الامريكي، لا هذا افريكان بوفالو، يعني هذا البوفالو الافريقي. الامريكي موجود كمان اسمه امريكان بايسون، هذا هيكو، هذا هو، هذا هو الثور الافريقي بالحقيقه. صار لك 33 ثانيه حتى يروح اذا بدي اشتري او لا، بس هلا ما بدي اشتري طبعا. فهلا اشتريت انا وانثى البوفالو، خلونا ننقلها لشو اسمه هاي. ناخذها اول شيء موسن تزو، هي هيك اذا حددناها بدي احطهم محل مكان الحجر. خلص هلا كل شغله قبل ما اجيبه علي بدي اخذه على الحجر دائما. هون هون حطيتها هون الحجر ليكو اصدق. لا هون مليكه، مكان الحجر بالساعه بس واحد، معقول ليكو مليكه. هلا فيني ارجع اموره صارت تمام، موف رجع لها عن جوزها. تعي يا مليكه جيبها معلم، تعالوا حطوها حطوها، يلا يلا حطوها ليكو اصدقائي. مليكه يا اهلا وسهلا بمليكه بالملكه، ظبطنا الامور. بس بدي الاريشمنت، بس السعاده تكون اكثر. طبعا انا هون كنت عم ساوي شو اسمه الابحاث. حلو حلو حلو، صارت الابحاث كثيره. تكو في عندي شخصين بيطريين، طبعا لازم اكتشف الامراض ضروري، هلا بصير معهم امراض. والميكانيكي شو وضع كمان اكتشفنا شيء لك ممتاز. هي بركي بلاقي هذا الزجاج اللي قلتوا لي عليه كلها كنت تقولوا لي عليه، حطوا الزجاج اللي شو اسمه. طبعا اصدقائي تارك انا اثنين ماني حاطهم مشان اذا صار اعطال او شيء يقدروا يعني يشتغلوا ويصلحوا هاي الاعطال اول باول. وخلينا نشوف هون اذا في شو اسمه، اذا صار في عندنا انريشمنت لل هي الاكل. هي مليكه، شوف شو كان فينا نختار هون محل الحيوانات بالفلتر. نروح على السبيسز نحط ارت بارك. هلا هذا الارت بارك هذا، طب ليش مرة الماضية لما حطيته ما زاد ولا شيء؟ هي ما زادت ولا شيء هيون. لأنه الفود فل أصلاً، أنا بدي التوي، بدي ألعاب، يعني بدي لازم من هدول. حلو والله ليكو أصدقائي شو طالعوا لي؟ سمول آيس بول، كرة ثلجية. ليكو صارت فل، تعالوا كمان حط لهم لك، تعالوا لك انبسطوا، العبوا روحوا تعالوا العبوا. الله لا يخليكم أنتم انبسطوا. ليكو أصدقائي حطيت لهم شغلات وألعاب ليكو. ليكو أصدقائي انبسطوا والله لا يكيفوا. شوي كرتونه كمان، هيك كرتونه حطينا لهم كرتونه. شو هاي؟ ما حطيت لهم لكل اصدقائي. ليكو ايش مبسوطين هلا صاروا عندي، واو والله رائع والله رائع والله رائع. ليكو ليكو والله مكيفين. ليكو لما تشوف هذول الخضر يا اخي والله بنبسط، نفسيا بنبسط لما اشوف هذول كلهم اخضر. ليكو هلا امورهم كلياتها تمام، ما بقى في اصدقائي هلا غير انه شو يجيبوا لنا اولاد، ننبسط على اولادهم. طبعا في بعض الاصدقاء قالوا لي انه هذول لازم تطلع انه في بعضهم لما يعيش اكثر من ذكر مع بعضهم بصير مشاكل، وهذا الشيء بتذكر اني قراته وقت كنت عبارهم بالزوبيديا. قريت انه الارت فارك وين هون كانت يمكن هون، انه بعيش ذكر وانت هاي واحد، يعني لما يجيبوا بكره ولد الولد بس يكبر يصير ادلت يعني يصير بالغ راح يتقاتل مع ابوه مع امه راح يعمل لهم مشاكل. فهون بصير اصدقائي لازم علينا انه شو ان شو اسمه ننقله. هذا الجاهز هي انثى البوفالو، خلونا نجيبها ونحطها هون. حلو، هي اخذنا انثى البوفالو للمكان والموطن الطبيعي له. انا هون كل شوي لو ان كاش، بعرف عندي انا مشكله بالكاش والله العظيم عارفان. هون كل شوي بيحطوا لك شو اسمه شو خلصنا بالابحاث. طب ممتاز استمروا، تعالوا نشوف البوفالو اذا طلع لنا شو اسمه ليكو حطوه الانتهاء الجديده. وين راقده يا الله وين راقده؟ طولي بالك. اي هذا الصغير شو جابه؟ وهو دول تكاثروا اصدقائي وجابوا لنا ولد بيبي صغير. لك ما احلى كتكوت لك عجل. ليكو ليكو عم يرقد لعند امه، بيطبش بالماي يسبح، والله بيعرف يسبح كمان هو صغير سبحان الله. يا ده عم يتكاثر وبسرعه والله، لك عاش. يا والله العظيم فرحت اقسم بالله، كانوا انا اللي جايني ولد. طيب خلينا نحط لهم شي شغله هوني من الانريشمنت مشان ينبسطوا شوي، لان الانريشمنت عندهم كثير قليل. واو بنصير نشيل الاد بار، بنحط الافريكان بوفالو. حلو في عندهم هاي كثرة التوي تبع الاكل. هاي انا حطيت لهم هي المره الماضيه، اسمع حط لهم هاي. حلو هاي حطيت لهم منها، هذيك حطيت لهم منها الجول، يمكن احط لهم واحده من هاي.
وحده من هاي لين بل ما عنده شيء اصلا هون. ممتاز اصدقائي ليكو هلا انبسطوا انبسطوا على الاخر شايفين ليكو ممتاز ممتاز ممتاز. مشان ما ايش اسمه مشان ما المي تعطل بدي اخذ بنصيحتكم بسرعه واعمل هذا تبعية المي، بس ماني عارفان بدي اساويه. هلا اذا اساويه لازم اكون عم يغطي وين هون تبعية المي. انا طبعا لسه ما عندي ولا واحد، فمناسب اساوي واحد هيك هون مثلا هون. خلونا نشوف كنا من فاسيليتيز بنساوي من هون تبعية المي. هذا ترانسفورمر محول، هذا ووتر ليكو اصدقائي. بس نحطين لا هذا تمبريتشر، هذا 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 هو بنقي تبعية المي. هلا هون الارض بارك ما راح سيلا مي اصلا، فممكن نساوي هون واحد، او بتعرفوا ممكن نساوي هلا هون. واذا بدي اعمل هون شيء حظيره جديده، مو حظيره يعني ارض جديده للحيوانات، ممكن احط لهم فيها هذا هذا الحكي. فلذلك هلا ما راح سيلا مي. خلينا نشوف تبع الكهرباء. تبع الكهرباء بعد شوي راح احتاج اني اعمل هون واحد ثاني للكهرباء بنفس الوقت، ما تبساوي هون للكهرباء وللمي. حلو والله. طيب هون البوفالو اموره تمام التمام. طيب كان بدي اعمل طاولات الاكل اصدقائي اذا بتذكروا اخر حلقه هون حط كون على اساس كان بدنا نحطهم هون. حطينا هيك بس يعني شغله كم طاوله كم طاوله مو كثر. بدنا نظبط كمان اضاءه الكهرباء تاو اضاءه. طبعا الاضاءات اكيد اصدقائي مو هذول هن يعني النهائيات، بس انا عم بنتظر دائما لتصير الدنيا ليل حتى اقدر اركب اضاءات على كيفي، لانه بدون الدنيا ليل ما فينا هون نساوي ليل هيك بارادتنا. هي اضاءه هي تنتين وهي ثلاثه. موضوع التعليم كتير اساسي، واو انا اجي مقصر فيه التعليم. التعليم انا كتير مقصر فيه التعليم كتير كتير. خلينا نشوف في شيء في شيء اضاءه ثانيه. هون الاضاءه كانت هون، لا هي تبعت الاكل. خلينا نحط لهم كم وحده للاكل، ممكن نحط مثلا وحده هيك وحده هون. لا ليش عملت لها هيك بالدبليكيت؟ حلو نبشر نفس الطاجه يكون وحده هون وحده هون وحده هون. طبعا ما راح كثر تبعوت الاكل يعني ما تتخيلوا راح اعمل لي شيء 1000 وحده، لا لا مو كثير. هي تبعت الاكل تبعت الريستورانت المطعم. ايه لكن شو عملت هي؟ هي نفسها كاميرات عملناها هون. الكراسي العاديات مشان العالم ترتاح. انا تخيلوا ماني عامل هلا ولا كرسي بكل الحديقه. انا اصدقائي ممكن تشوفوا هون عم يتركوا، انا هون بدي اترك الداير هيك فاضي عشان يساوي السكه اللي بدها تاخذ تاخذ شو اسمه بين الـ بين الـ يعني تاخذ الناس عشان تعمل لهم جوله. يا اخي جو المحاكيات صار عم يعجبني كثير والله ما بعرف ليش. هاد ضيق اصلا، انا بتعرف ليش مضيقه؟ لازم اعرضه هذا الشارع ضروري اعرضه. طيب هي طاولات الطعام شو اسمه؟ سويناها. لا لازم نعمل ورك زون اصدقائي. على فكره شايفين كل شيء عم سوي لحد هاي اللحظه؟ كله بتعليقاتكم وكله بتعليماتكم والله العظيم. لحد هاي اللحظه كل شيء سويته انتم معلقين فيه وقايلين عليه. حتى الورك زون قايلين عليه انه لا لازم لازم يصير يكون في ورك زون مشان نقدر العالم ما تطش، يعني ما يروح مثلا يكون عندي كيبر عم يشتغل مره هون مره هنيك ومضيع على الطاسه، لا لازم نظبط الامور كلها. واو ايش فخمه فكره المساحات الخضراء هيك، نحط بقلبها شويه خضار والسيناريو وهذا الشيء كمان اللي انتم تقولوا عليه كثير شيء حلو. ليش طفى هذا؟ عم يصير ديني نهار، عم يصير ديني نهار، عم اقول لحالي ليش. طيب الورك زون خلونا فورا نعملها من هون. كانت وين؟ من عند الستاف لازم مثل هذا من هون. كانت من الستاف هاي الورك زون هون اصدقائي. مساوي ورك زون نيو ورك زون خلونا نساويها مثلا ليك، وراح اساوي هاد تمام. هذا رح يساوي ورك زون لحاله تمام. ارض بارك حلو، هي ارض بارك سميناها اصدقائي. صار عندنا هلا ورك زون اسمه ارض بارك، بقلبها بس واحد هابيتات يعني واحد موطن، ما بقلب اي شيء ثاني. هلا بنيجي هون على المثال على شو اسمه على العمال، بنروح على البيت مثلا بناخذ صديقنا علي، بنقول له يا صديقنا يا علي يا حبيبي انت اشتغل، او عماد عماد علي كانه مشغول شوي فممكن ناخذه لعماد نقول له خلص انت صار شغلتك الارض بارك. بس بدنا ناخذ كمان واحد بالكيبر، ممكن ناخذ فارس صديقنا فارس نقول له كمان انت روح على الارض بارك. خلصين اللي صار فارس وعماد للارض بارك بموضوع هي الفيت وهي الكيبر. اديوكيتر هذا اللي بيعلم، هذا بكون عم يتدرج بين الناس ما في داعي هذا حطه لحدا. ميكانيكي ضروري يحطوا واحد منهم للارض بارك. سكيورتي لا، التنظيف وما تنظيف لا، هذول الفيندور كمان لا. حلو طيب الورك زون الثانيه هي الثانية هي طيب هي افريكان بوفالو
شو بدنا نحط بقلبه؟ بدنا نحط بقلبه نفس اللي حطيناه هنيك، هون كان علي نحطه معناته للبوفالو. طبعا اصدقائي اذا كتابي غلط اعذروني، ارجوكم اعذروني، ما المهم يعني ما المهم الكتابه تكون صح، المهم انه انا اعرفهم مشان لما بدي ارجع لهم. هاي الكبر واحد للافريكان بوفالو، وهي اثنين واحد بيطري لهدول، هدول اثنين طبعا تاركون انا مشان بس موضوع شو اسمه الابحاث. هلا هذا غالبا علي اللي عم يعمل ابحاث، راح اشيله احط بداله هذا. مين كمان في عنا الميكانيكيه الشباب الطيبه، بدنا نحط واحد للافريكان بوفالو. هاي الامور تمام، شايفين هذا بسام بالابحاث بدي اشيله هلا. خلص صارت الامور كلها تمام ان شاء الله. طيب هدول الامور اللي هون هلا بدنا نسايلهم، هدول نسميهم السيرفيس او مثلا خدمات او اي شيء يعني، مشان المهم انه نعرفهم. هاي وهاي 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 وهاي, وهاي. يا اخي اللعبه كثير مرتبه. هدول كلياتهم ممكن نسميهم حلو. هاي اصدقائي سميناهم الخدمات، خلينا نسميها هاي. بدي احط فيها شوفوا بيطري ما راح احط له مثلا، كبر ما راح احط له، اديوكيتر ما راح احط له، ميكانيكي اجباري. هذا عم سيب حاس هذا لانه ممكن تتعطل الشات. صديقنا عبد الرحيم السكيورتي ما في داعي، السكيورتي بيتركوا هذا فري يعني رايح جاي. هذول كمان مثلا ضروري احط لهم واحد من هذا من اللي بينظف، والثاني راح اتركه اموره كارج. فندور لا ما راح احط لهم، خلص صار عندهم واحد بينظف، حتى بدي احط واحد جديد كمان بينظف لانه كثير عندي يعني اوساخ، فخلي كويس هذا في عندنا اثنين. هلا هيك الامور زبطت وصارت عال العال. ليكو المحلات عندي فيهم ضغط انا ممكن ازودهم شوي، فرجوني من الناس، فرجوني الهابنس تبعت العالم بشكل عام، كل العالم فرحانه. طيب الانرجي عالي مرتفع حلو، هانجري الجوع، عندي عالم جوعانه والله. بس شو الفكره؟ خلي يكون في زحمه على واحد، لان اذا حطيت واحد راح اضطر احط له اثنين فيندور، والاثنين فيندور لهم رواتب راح اضطر اعمل لهم استراحه، فخلي هي نسبه الجوع مقبوله نوعا ما، لوقت ما انه اعمل مكان ثاني هون جوا بقلبه العالم ما يعني ما مكان ثاني خلينا نقول للمطاعم. نفس الشيء العطش، يا العطش موصلين مو لمرحله البرتقالي، موصلين لمرحله الاحمر. هذا الشيء خطير ترى، ترى العطش خطير مو مثل مو مثل الجوع، لانه كثير عطشانين. الجوع كلهم كانوا اكثر شيء يا اخضر يا برتقالي، اما العطش في عندي احمر، معناته العطش ما عم يلحق. ممكن اعمل لي ماكينه اليه للعطش. تعالوا لكم اصدقائي هون فاسيليتيز، نروح على العطش. كان في عندنا اله وينها؟ لا هوني، بعدين على العطش. كان في عندنا مكنه، ايوه مثلا هيك مكنه حلوه، نحطك على دائره الطريق من هون مثلا. قول بي تعالوا يا جماعه الخير، هي ضروري تضيفها لشو اسمه؟ ضروري تضيفها للروس، مو للروستر، للورك زون. لسه انا بقول روستر دخيل الله. هاي إيديت ضف لها هاي بس حلو. شوفوا أصدقائي شايفين سبب العطش ليكو صار يجوا عليها. هلا ببلانت كوستر كنا نضيف بشكل عشوائي، ما اعرف انا ليش عم نضيف اصلا، بس هي بسبب هي الخريطه الحراريه اللي فيها الواحد بيقدر يعرف تماما ليش عم بضيف وايمت عم بضيف وكيف عم بضيف ووين لازم يضيف حتى. والله العظيم شيء حلو. هلا دول تعبانين. هلا ليكو اصدقائي كنت عم خططها هي انه انا اضيف مثل هذا البلوك هون جاهز يتوسع اكثر، بس هذا الشيء طبعا لسه شوي بكير عليه. درجه حراره شو وضعه؟ اموره تمام. لكل الحيوانات اللي عندي كلهم فرحانين ومبسوطين وطاير عليهم، هذول لسه ما جابوا لي اولاد، هذول جابوا لي اولاد فينا نعيشوا. اللي اجاني ذكر ولا انت؟ ذكر يا الله بدي بيعه، بس يكبر شوي اصدقائي ضروري بيعه ضروري، اذا ما بعناه راح نتبهدل. شو في عملك يا اخي؟ ليش هون عندي نجح؟ الله اكبر. طب تعالوا شيلوا النجح ولو وين وين الهي وين السلات القمامه؟ معقول هذول بس الورق او هيك شغلات؟ انا لازم احط سلات قمامه عاديه مو بس هذول. انا اللي صار فيني اني حطيت سلات قمامه بس من هذول، هي مشكله، لازم دائما نوع بكل شيء، نوع حتى بسلات القمامه لازم نوع. كان لازم احط هذول الزرق. بس بالي بكل مكان والله العظيم عيب. ومن راحت في زباله؟ عيب عيب هذا الشيء يعني، عيب بحقنا، عيب بحق الحديقه الرائعه والجميله والرائقه. والله العظيم الشباب استلموا لي بالتعليقات استلام اللئيمه، لك يا زلمه مالك شايف الزباله بعبي الدنيا ولك لو. والله العظيم يا شباب لما تعلقوا لي بالتعليقات ما بتتخيلوا قديش منبسط، بحس انه عن جد عم نلعب سوا، والله العظيم عم نلعب سوا بكل ما تعني الكلمه من معنى. ليكو كل ما يمروا من جنب الزباله شو بدي اتفرجوا؟ لا اله الا الله، والله هذول يا جماعه التنظيف عندي انا مقصرين حاسس، تعرفوا بدي ادربهم.
جماعة التنظيف تحديدا وينهم 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 وينهم؟ عن جد لازم تدربهم. حلو. سكيورتي كمان كويس، تدربوا الاوس. فيندور كمان ضروري يدربون للفيندور. طبعا تدريب اول مستوى بيكون كتير لسه قليل، ما كتير صعب. هلا حتى هيك بصيروا بيحاولوا يشدوا هاي العجله ايدهم اكثر، يشدوها. كلهم عندهم هاي ورك لود. واو. ليكو كلهم بلشوا يزعلوا. ها؟ ليكو الهب ناس بلشت تقل عندهم. ميكانيكي امورهم تمام، مع مهلون. الدكاتره شو هيك يعني؟ ايدل عم يرتاح. عم ندربهم. كيبر كمان ضروري ندربهم عشان التعامل مع الحيوانات. اوه صار ثلاث نجوم كاني دربتهم زياده هذول. يعني بتشتغل والله. لك والله عاش، لك والله عاش، والله عاش، والله عاش. الارض بارك اصدقائي كنت ناوي اعمل له مكان جديد لانه سريع كثير التكاثر، بس عم بصفن فيه انا بدل ما اعمل مكان للارض بارك جديد. لا اخي ببيع اولاده اول باول، كل ما يجي يتكاثر باخذ اولاده ببيعون وربي يسر. ما في داعي والله تم قاعد عم شو اسمه عم ابني له اماكن جديده كل ما يتكاثروا. طيب شو كمان كان بدي فلتر مي عمل هذا. طب اصدقائي خلونا فورا نمد الطريق شوي لقدام ونرسم لنا شي حيوان جديد. طيب هلا ممكن نمدها هيك مثلا من هون من هون من هون. هلا اذا انا هاي من هذا الطرف هي لازم تكون من هذا الطرف، هيك من هون هي لازم تكون هيك. الامور صارت تمام. طيب خلونا كان نجيب لنا اصدقاء تبعوت العناكب. شو رايكم نحطهم هون مثلا او نحطهم هون؟ هذول هن هذول اكزيبت تريدنج هذول. يا بصراحه كش جسمي اقسم بالله، فتحتهم كش جسمي من هون ياخ. كش جسمي يا الله شو هاد. طيب بس جماعه الكاش. واو ليكو قديش بتجيب هاي الحيه؟ يخرب بيتها والله بتجيب كثير. شو اسمها؟ بوا كونستريكتور. اصدقائي الابيل تبعيتها كثير عالي، بس ليكم يا الله ما فينا غير انت، ما في ذكر. هلا انا ما عندي معلومات على الحياه، في منه ذكر وانت في منه والله ذكر وانت. هذا 84 ورقه والله شكله مواصفاته ممتازه. ليكو هذا بس عنده شغلتين. هاي الانتاي تعبانه تعبانه، يعني هي ماشي حاطه. معناتها بنشتري هاي وبنشتري هاد. والاثنين فريره لوين؟ على الحجز، على الحجر مو على الحجز، على الحجز. شو هيك؟ للتصليح. هذول ما بيروحوا كانوا للحجر وهيك اصدقائي. طيب خلينا نشتغل اصدقائي على الشغلات التعليميه لانه كثير مقصرين بموضوع التعليم كثير. هي السبيكرز، في عندنا اديوكيشنال سبيكرز نحطهم مثلا. في عندنا هذا الشخص عم يعلم. هلا العالم اكثر شيء عم تقعد هون. نحط واحده هون ونحط واحدة مثلا هيك هون عم يعدوا العالم. وين كمان؟ مبدئيا بس هون وهون، هون عم يعدوا العالم، هون وهون. واو ايش في عالم هون؟ هون وهون والله عم يعدوا هون كثير. هون. طيب نجل على هاي. من اللي اشتغلي لنا يا حلوة على البوفالو. هلا صارت اصدقائي هون، لك حط لنا ميوزك اذا بدنا. واو مثل بلاند كوستر كمان بتضيف القصص اللي بدك اياها. لا خلص انت اشترينا لا بسوني، بس خلونا نشوف شو منطقه التغطيه تبعتها. هاي بدها كهرباء، هاي هوني ما راح تشتغل بدها كهرباء. ليكو انا رحت يعني بعارتك من اول وقت حطيتها هون. طب سؤال، هون كان في وحده ثانيه اشتغلينا انت على البوفالو. هاي اشتغلت من اول مدى تبعيتها. حلو هيك هيك لسه انا ما حاطط يوم، فخليت العالم تتعلم من هون. هاي كمان هوني كمان على البوفالو وهون. ليه بس هي بتعرف ممكن كمان اول المدى تبعيتها. وهي كمان على البوفالو، على البوفالو روح. طبعا ما لازم تتداخل مع اي شيء ثاني، هي معلومه بعرفها. ف هي خليني اشيلها كمان من هون. قالك هي تداخلت شوي، ممكن ما تداخلها بتصير مزعجه، يعني بصير هون في تشويش او شيء كانه، فما لازم اتركها تتداخل ابدا. طب اصلا المدى تبعيتها هيك هيك ايوه على التسعه ممتاز. طبعا اذا بدي اوصل كهرباء ليكو. هلا كل شيء عم يمر من جنب البوفالو عم يتثقف ويتعلم ويعرف شو هذا البوفالو. نفس الشيء الارض بارك، الارض بارك كاني قريت عنه اصدقائي. الاسم العربي خلينا نقول خنزير الارض هيك اسمه. ما قلت لكم والله العظيم الحلقه الماضيه والله ما كنت قاري عنه لسه، بس قلت لكم شكله من انفو مثل الخنزير سبحان الله بتحسه. فطلع عن جد انه هو اسمه خنزير الارض باللغه العربيه هذا الحيوان يعني.
كويس والله، درس علوم. عم نعمل حملة عملية يا شباب. ما معي مصاري، ما معي مصاري، ما معي مصاري. طيب شو وضعهم؟ هذا شو عم يعطيني كل شوي؟ زو هاي اماونت اوف اكثر. شو عم يقولوا؟ يا اخي تعالوا مو هالزباله دخيل الله ولو. طيب هذا فيني نادي له شيء لهذا العينتين اللي بينظف له؟ تعال لم هون ما فيني. طب هلا بيجي بينظف، شو ساوي له؟ هلا بيجي بينظف يا اخي. لو ان كاش بعرف الريسيرش هذا كمان اكتمال. حلو والله، حلو 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 حلو. كل ما له في ريسيرش عندي عم يكتمل اكثر واسرع واسرع. طب خلوني اخذ هاد حطه على شيء مرض من هالامراض اللئيمه المعدية. هك هذا خلصت الارض بارك، ليك وزخ خلصت كل اللي هي تبعيته. خليني احط هذا المرض، ما بعرف شو هذا المرض، فخلونا نتعلم عنه. اثنين الثانيين تاركون للعازم مثل ما يقولوا الواحد. واو حتى هون عم نخلص لك. حلو والله حلو. هون لسه في كثير ندرس، وهون كمان لسه في شغله نكتشفها. طبعا شيء عم نكتشفه اصدقائي شو اسمه للموطن، وهذا هون تبعيت الباريرز اللي هو الحيطان، مشان طالع هذا الزجاج العاكس اللي توي عليه. والله هون ما مشي حاله هذول جماعة اللي بينظفوا. انا ما بعرف شو بون هذول، بس مو مزبوطين عندي، مو مزبوطين، مو مزبوطين بنوب. قاعد عم يشربوا قهوة، تفرجوا. طب هذا السيرفيسز عم يخدم، هذول اثنين فاضيين والله العظيم. عيب عليكم يا جماعة. طب تعالوا هون ولو. طب ثواني اذا كبست عليه هيك، لا مو هاد. طب هاد وينه؟ اذا كبست عليه هيك ليكو فيني امسكه، شلته بشيلك، بدي احطه فوق الزبالة. يلا لمي الزبالة لنشوف. لميهم هدول هنين، لميتهم. يعني ما معقول بس انا اشتغل هيك، والله العظيم ما معقول هيك اشتغلوا له. معقول اصدقائي اشتغل هيك شيله من مكان لمكان؟ رد شيله من هون حطها هون، تعال نشوف. بس بدي احاول حل ازمه الزباله بشكل يدوي ماشي حال هلا، لانه مو منطقي. كثير عم تجيني هوني اشعارات عن هذا الموضوع. شو هذا هوني كمان ستاف؟ شبه فيت، شبه كانت فايند اكسسبل ريسيرش فول. لازم اسوي واحده ثانيه، يعني انا موقن تماما لهذا الشيء، لازم اسويها هون. بس فاسيليتيز كانت هون. حلو، ما معي مصاري 505، ما معي مصاري خالص. طب انا كنت الجا بالعاده لهذا الموضوع هون وقت شو اسمه انزنق. ارفع اصدقائي للخمسه، وهي ارفع كمان للخمسه. هيك تيكت برايس از جريت، العالم كثير منعجبين فيها. بدي اعمل شيء للحيوانات هون، هلا اشترينا نحن حياه نسايلهم هون، بس ما طلع معنا مصاري ولا او بالاحرى طلعنا مكتشفينهم، بس ما كان اصدقائي عم طلع عليهم انه ما موجود هيك، لانه ما معي مصاري. يعني هدول اوكي انا فيني ابنيهم، بس ما معي مصاري لحتى ابنيهم. تعالوا ناخذ قرض، الشغله اللي انا كثير بكرهها بس انا كثير مضطر عليها، لانه صعبه عن جد صعبه. ليكو اصدقائي ترتيب الحديقه تبعيتنا اول، يعني النقاط تبعوتها. ليكو عندي الهابينس، انرجي، الهانجري، ثيرستي، تواليت، ايدوكيشن. ايدوكيشن كثير قليل يا، كل شيء حطيته ايدوكيشن ما زال قليل. اللي عن الشيطان والله العظيم حرام له. والله حطيت كثير ايدوكيشن، كل لسه لازم احط دله وحط طرقيه. بدي احط حيوان جيب، بس بدي مصاري، فلذلك خلونا ناخذ منه قرض. لا اله الا الله، ما كان بدي اخذ قرض. هاي قرض 50,000، واو، من الاربعه للاربعين سنه. طب ناخذنا شغله 20,000 او 5000، 5000 يعني شيء هيك ندفع. ها 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 هيك ندفع حالنا. بس فرجونا انا وين اكثر شيء عم بفقد مصرياتي. انيمال كونستراكشن كوست، ايه سينري كونستراكشن. حلو، يعني كنت عم انشئ لسه هون. شو جوينج اكسبنس ستاف ويجز، اوه 15,000 رواتب موظفين. في اصدقاء كتر موظفين، كتر يا شباب، يا شباب الله يوفقكم حاجه كتر موظفين، الله يوفقكم حاج. ممكن اعمل حمله ماركتينج، جيب عالم كتير بالتالي اكسب مصاري. بس هلا ما مشي حال، هلا بدي لونز ب 5000 بس استوعب ايش اللي عم بيصير. حلو، هلا اذا حطينا الحياه هون بركي ان شاء الله بصير خير. يعني مو ناتشورال فاسيليتيز، هي تبع الحياه. حلو، هي ثلاث اتجاهات هيك ممتازه، هيك 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 ممتازه، هون هيك ممتازه. تشيك هيك اصدقائي، ما احنا شكلها هون حطيناها. هي باذن الله هذا الصندوق المرعب ريكويست. خلينا نجيب هذول الحيتين. واو اصدقائي حطينا الحياه. تعالوا شوف الحياه وينهم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا خلقت الله بكش قلبي منه. خلونا نشوف هيك الكاميرا كيف فينا نلونهم.
كنا لكن سوينا شوي. شو بدهم كمان؟ هيوميديتي، بدهم الرطوبة. شو بدنا نسوي رطوبة هون؟ هي رطوبة، نرفع الرطوبة أكثر؟ لا نقللها. والله عاش لك كمان. هذول عندهم كثير شغلات، ليكن حرارة ورطوبة لازم نتحكم فيها بشكل يدوي. هون اللاي اوت، في شو نسوي لهم يعني؟ بنحط لهم بعض القصص، هاي بس بلش ندرسهم. ذكر وانتهى. تك 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 تك، امورهم تمام ان شاء الله. تفاصيل على شو بدك الشباك الاولاني، شو بدك الشباك الثاني. طب خلونا نشوفهم من البون. انا ليك هو الحي اصدقائي، هي الحي الاولاني، هي الحي الثاني. ذكر وانتهى. والله العظيم شغله 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 ما شاء الله. هذول حتى بتكاسر وبجيب اولاد ومدري، الله اعلم. شو ماكس ميلز؟ ذكر واحد وعمره، تفاصيله اسمه سيرجيو. الذكر والانتهي الاولانيه كمان شو اسمها؟ اسمها فاليريا. فاليريا وسيرجيو. طيب نعمل لهم شيء شغلات تعليميه كمان او لا؟ نحط لهم هذول توعد التيبس. هذول هذول وحده هون وحده هون وحده هون. طيب موضوع التعليم، هي education speaker نحطه فوقه. إذا حطيناه هون اللي احكي عن الحيوانات. طيب بس زبطنا هي معلم، ممتاز. هي ستة ستة، ممتاز. الرقم ستة بس هذا بدنا نقلله شوي. هذا تعال تعال تعال، انت انت ايه انت اصدقائي هيك ممتاز. شايفين هيك بيجي لهم بيوقف يتعلم على هدول. حلو والله. هي الشاشات، هذا الادوكيشن بشكل عام. ليكو في قصص ادوكيشن ممتازه والله. ليكو ايش عندي شغلات واو. في عندي الشاشه هي، في عندي هي الواقفه اوف هيك. كان طلع لي وحده هون مثلا، وحده هون، وحده هون. هيك اصدقاء يعني عم انشرهم بحيث انه شو يصير في عندي موضوع التعليم لا باس به. ما عندي فكره هذول شو بيعلموا والله، بس هلا بيكون في شاشه بكبس عليها نقعد نظبط الافلام تبعيتها. شوف مثلا هاي بنكبس عليها، حطي لي نون هوني. شوفوا مثلا راح احط اول وحده. شو هي هاي اول وحده؟ ما عندي فكره عنها هي والله، بس عم اتعلم عن شيء كانوا جراثيم، ما جراثيم هيك شغلات. حلو والله. طب وين الثانيه؟ هي الثانيه مثلا ناخذها نروح على الثاني بيها الحي شو اسمه عفوا النحلات. ليك هي بتثقف، لا النحلات جنب الحياه والله مش ظابطه. هن قرب لهون على الاقل. ليكو ايش عم تفرجوا عليهم واو. ليكو ليكو فيني مد هوني ارض من هون هيك هيك ارض. واصدقائي يعني راح اكل بهدل عليها من الشباب الطيبه والله عرفان. يا جماعة الخير صلوا على النبي، لأنه عن جد كثير متلبك موضوع المصاري. ما كنت حاسب إنه ينقص بهالطريقة. ناقصني أخذت قرض وليكو حتى القرض خلاص فعلي كسر. فهدوا هدوا علي، هدوا علي شوي. الله يوفقكم بالتعليقات أصدقائي، هدوا علي. اللي ما حط لايك حط لايك عشان استمر على الأقل. بدك تحكي بالتعليقات بس يحط لنا لايك خلينا ننبسط عليه. والله العالم مبسوطين عم يتفرجوا أمورهم تمام. هاي حطيناها. تم شغله ما حطينا تعليم عليها والله. يعني شو اللي بيجي انه لعنا خلص هيك بده يصير بقى يختم العلم عنا. درس علوم ولا الشباب بتاخذ؟ هيك الامور ان شاء الله كلها تمام، ان شاء الله الامور كلها تمام. بدي حمله ماركتينج اخو فلاتي هلا بتظبط لنا الموضوع. فرجيني التعليم عند العالم شلون صار. ليك امور تعليميه نشرتها. حلو. السعاده فل، انرجي فل، الاكل ما زال قليل معلش. فيرستي كمان ما زال لي، بس ليكو ما عاد في عندنا احمر. حلينا الموضوع بهي الماكينه. صار وسط تويليت امور تمام. والادجيكيشن يا الله الادجيكيشن قليل. يو 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 الادجيكيشن كل شيء حطيته قليل قليل. لا لا لازم احط كمان، لازم لازم احط كمان. ما توقعت انا لهالدرجه عندي عندي جفاف عاطفي موضوع الادجيكيشن هون عندي. طيب هون العالم بتوقف كثير. تعال هي هون شاشه. وين كمان في عالم هون؟ هاي شاشة
هلا هون شاشة يعني ملقت هون صارت كتير شاشات كمان. وين هون 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 اي شاشة هون اي شاشة هون. حلو حلو والله عاش. قولي انت على الارض بارك هون، انت كمان هون كمان احكي على الارض بارك. فينا نستبدل حتى الايميج اللي جوا، فينا نستبدله. ليكو اصدقائي ايش في ايميج؟ واو ايش في ايميج بقلبه يعني الصور. طب هي هم ما شغلناها صح؟ هم ما شغلناها لسه. المي المي انا اكل هم المي هون كثير. هلا راح شوي بعد شوي راح تتوسخ وتصير مشكله بالمي انا عرفان. وين عطينا شاشه صح؟ هون ها ها هون هون هون. الله البفلو على الشوارب والله عاش. ليه الاكل عم ينزت بالارض؟ طب هاي ليش حاطه انا؟ احلى شيء تكون هي مؤلم والله العظيم عيب. لا هي للبفلو ولا هو هي نفسها. طب حط له الاكل هون يا ابو الحلال. فرجيني شو وضع الحيوانات، فرحانين عندي ولا زعلانين؟ طالما انه الحيوانات مبسوطين انا اموري كلها تمام. لك هذول ليش ما عم يتزوجوا؟ والله العظيم خوتوني. حلو. لازم التعليم يرتفع، اصدقائي كل هالشغل هذا بس مشان التعليم يرتفع، والله العظيم اكل هم التعليم فوق ما تتخيلوا. هذا يا زلمه اشتغل شغلتك كله، علم العالم يا زلمه، شو حاطينك هون؟ هي هوني جمعت لي شيء مصاري بالله فرجوني. اوه 500 بهالسرعه 22 13 لك والله عم يجمعوا مصاري هذول. فرجيني هاي 60 254 واو والله العالم ترى طلعت بتدفع صفر. هي يمكن لانه داخل قلب الحياه. ده ما لازم يدخلوا قلب الحياه عشان تقدر العالم تزيد بقلب المصاري. هن زادتين بقلب قبل المره بس هيك اذا وجهنا لهم اياهم هيك لبرا صفي احسن. آه لازم هلا اعمل لفه هيك هيك ضروريه، هي اللفه كثير ضروريه. كانت على السبعه عم نشتغل يمكن، كان على السبعه فرجيني. اي على السبعه ممتاز. طيب بس شكل بيت الامور عندنا هون شقلبه مش طبيعيه وما لازم هيك. حلو 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 حلو. هلا اذا هذا زحيناه شوي هاد مع هاد هيك ما بنفلت البوفالو. حلو والله مطيناه واموره تمام. يخرب بيتك يخرب بيتك، لك واقف لك واقف لك واقف لك واقف. يو يو البوفالو البوفالو لك بدي ارقد لك بيرقد لك لك واقف لا بتطلع واقف لك. يا جماعه فلت البوفالو عندي. ليكو شو قدام المرج يهرب الله لا يوفقه. يا 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 شو بدي اسوي؟ والله تلبكت والله تلبكت والله تلبكت. الله لا يوفقك يا بوفالو الوبش. رجعوا لك لك رجع. يخرب بيتك شلون شلون رقد؟ شو بدي اسوي؟ لك المط لك ايش بعمل المط هذا؟ ها زبط بس هذا هيك رقد. لا ما زبط. طب هلا هذاك شو بدي يصير؟ بس بدي اكون الذكر. الذكر يا الله الذكر يا الله الذكر بدي بدك لك ما بدك. يا الله لا حول ولا يا رب يا رب يرجع. بسم الله 1 2 3 رقد رقد. ولي 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 حيوان حيوان. ايه كول فيت جيبوا جيبوا فيت. لوك حتى هذا رقد يا اخ ولا العالم. ليكو 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 يا جماعه العالم شنو لك؟ جيبوا جيبوا بالله ضبوا لك بالله ضبوا يا اخ. ليكو العالم رقدت ليكو العالم رقدت يا جماعه لا تموت. لا ما مات مسكوا يا اخ على الغباء. ليكو لك 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 شو اللي صار يا الله شو اللي صار؟ يا جماعه ايش صار؟ لك هذا البوفلو لساته فلتان هون. ركض ركض ليكو جاي جاي يجيبه. يا الله شو اللي عم بيصير؟ يا جماعة أنا مخصص ميكانيكي لهون وميكانيكي لهون لازم عشان السور يصلحوه. ليكو السور كيف وضعه صار يا الله. روح صلحه مشان ربك يا زلمة روح. وهذا هذا السور 100%. العمى شو هاد؟ الله أكبر الله العظيم فزعت أقسم بالله فزعت. شلون ليكو شلون السور أصدقائي طلع شلون أصلا هذا الجديد شلون شكله والقديم قديش صار قديم؟ هيفان حاله لأنه هلا الرسالة رح ينكسر. ليكو ليكو انكسر من هون كمان. لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل.
يا اخي السور لما يعطل بدي انتبه عليه. يا الله ليكو ليكو عم ينكسر. يا امة الله لك وين لك؟ لك ميكانيكي تعب شان ربك يا زلمه. وين الميكانيكيه؟ يا الله لك هلا شيل شيل ابحاثك، شيل ابحاث، شيل ابحاث تفلت تتوار عندنا بالشوارع. يا الله يا الله اللي هي وين عبد الرحيم؟ يا عبد الرحيم يستر على عرضك. خلص هي عبد الرحيم جاي يصلح لنا السور. يا اخ هذا السور شنو طلع بيفلت يفضح عينه. اوه اصدقائي انا تخيلت الموقف، انا اكون هناك مثلا يفلت عليك واحد من الحيوانات. يا عفو الله لك ليكو لك عم يتم يتكسر السور ليكو. اوكي ما معي مصاري صالحه ليكو. اصدقائي بيرقد، هل بيرقد التور؟ اتصلح. وين وين الميكانيكي؟ وين عبد الرحيم؟ وينه؟ عم يصلح والله ليكو، عم يصلح والله. عاش الله يعطيك العافيه. فرجينا السوره صار 20%. حلو صلحه يستر على عرضك. العمل تبهدلنا والله، اقسم بالله تبهدلنا. يا شو هالموقف البشع اللي انحطينا فيه؟ تخيل ربه هذا شو هذا؟ حلو يا الله هذا هوني احلى عالم، بجيب مصاري وما بيعطل السور ولا احلى من هيك. بيت از دمج باريرز وكريستا عم يتكسر. وين تكسر لسه؟ شوفوا لي اصدقائي وين تكسر، وين تكسر، وين لسه تكسر؟ خلاص ما عاد تكسر له، ان شاء الله هات كمان تكسر. فلتت الحيه كمان لا الحيه ما فلتت الحمد لله. 24 يلا صلحوا صلحوا. انسبكتور ارايف ان 6 مانث. يا حبيبي هاد الانسبكتور اللي بيفحص، اقسم بالله انا ناكل بهذا العلي. ما صارت بتاريخ البشريه. هابينس العالم رجعت لون شلون؟ اقسم بالله اكون بدالكم كانت ترجع لهابينس بقرن. انرجي رجعت لون، الهانجري تمام، اديوكيشن تعليم. يا الله كل التعليم اللي حطيته لسه ما زبط الامور. لا حول ولا قوه الا بالله. اوه والله العظيم فزعت 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 من كل قلبي. طب لازم نعمل حملة ترويج نجيب عالم، لأنه العالم كثير قليلين. 237 هذا رقم يعني رقم كثير بايخ بصراحة. وأنا علي دين يا الله أصدقائي معلش ما تيأسوا، دائما هيك بصير معنا بالألعاب بس بعدين بتتجلس معنا الحكاية بطريقة أسطورية. طب ليكو ترى فيهم ماكينة، تعالوا اشتروا، العطشان يجي لهون يشتري. هلا كمان هي بتعطل طبعا مع بعد شوي بنتبهدل مثل العادة، مثل العادة عادي. طيب أصدقائي خلو أنا ما راح أشتغل، خلينا نقول سيناري هون راح اشتغله بالكواليس مشان ما ناخذ كثير من وقت الحلقه. بدي كان اعمل اشتري حيوان جديد وساوي، بس شفت عينكم المصاري قليله، فان شاء الله وانا عم بشتغل بالسيناري بركي هيك يا رب بتكتر. اكتبوا لي نصائحكم. طبعا هي الحلقه كانت عباره بس عن ترقيع بترقيع وملاحظاتكم اللي اعطيتوني اياها، الله يعطيكم الف عافيه. قدرنا نرقع كل الاخطاء اللي كنت عاملها بسبب ملاحظاتكم قدرت اعملها، بس للاسف لسه في بعض الاصدقاء ما اطلقت اسمائهم على على الموظفين. خلوهم هسه هذا الدكتور البيطري راح نسميه باسم رفينا حسن. حلو في عندنا هاد راح نسميه المج بالي من سلطنة عمان. ومين كمان عندنا؟ هاد الكبر راح نسميه اسم امنو. حلو صديقنا امنو اهلا وسهلا فيك. والاديوكيتشر هذا اللي بيعلم راح نسميه محمد العراقي. عراقي شخطه محمد. حلو عاش 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 اهل العراق عاشوا. في عندنا صديقنا يوسف مختار على راسي يا صديقنا يوسف. اصدقائي سميتكم كلياتكم، انتم بشكل حقيقي عم تلعبوا معي ان كان باللعبه هون كاسماء او ان كان من خلال تعليقاتكم. بصراحه ما بعرف قديش حلقه راح تطلع بعد المونتاج، بس مثل ما قلت لكم موضوع السيناري راح احاول ركب السيناري انا هون بشكل يعني تحت الكواليس، لانه ما راح حدا راح يحب يتفرج على حلقه فيها تركيب سيناري وناقص مصاري اصلا ما عم يجوا عالم ومبهدلت البهدله. هذا كان كل شيء حلقه اليوم، بتمنى نالت اعجابكم. تحياتي.